رمضان اللي فات عملت الكتيبه 101 مع الجميل عمرو يوسف حبيب. رمضان اللي جاي بقى ان شاء الله رمضان الجاي لسه مش يعني ما استقرتش على حاجه بس حاليا بحضر او بصور اكشلي فيلم فرقه موت. وانا كان بقالي كتير جدا 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 نفسي اعمل فيلن. بقالي كتير قوي ما احنا ينفع نقوله شرير يعني ينفع لا لا ده بعد الشماريخ والنجوميه نغير بقى نغير لا فيلن قوي يعني مش فيلن عادي يعني. اصل عمرو سلامه عامل له كاركتر يتحب قوي في 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 شماريخ. هو اسمه يتحب ده يتحب ما هو بيتحب ايوه ايوه يتحب بس انت يعني ظبطته من كل يعني سوبر هيرو يعني عامل فيلم شرير يا اسر الفيلن ان شاء الله الفيلن ان شاء الله مع بشارك فيه البطوله مع احمد عز ومنى شلبي وناس كتير جدا 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 اخراج استاذ احمد علاء انتاج سي سينما والمسا. يعني والمسا. انت هتشر على احمد عز يعني والله مش انا اللي ابتديت مش هقول غير كده يعني يعني الاصل بس هو يعني قصه حقيقيه ومستوحاه من احداث حقيقيه وحقيقي انا متحمس جدا ان انا اشتغل مع احمد عز طبعا واحمد علاء لان احمد علاء من يعني احنا احمد علاء تقريبا هو اللي اكتشفني او من الناس اللي اكتشفتني هو اللي عرفني على استاذ شريف عرفه زمان ان انا اعمل فيلم الجزيره وعمرنا ما اشتغلنا مع بعض هو كمخرج وجت الفرصه ان احنا نشتغل مع بعض فمتحمس جدا 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 ليه وان شاء الله ينزل قريب ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.